السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها لعب ألعاب البلايستيشن 1 على أجهزة iOS، سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود. هذه طريقة سهلة ومجانية، بل والأفضل من ذلك أنها لا تحتاج إلى جيل بريك، بل ومتوافقة مع أغلب الإصدارات iOS 8.3.4.4.1 وكذلك iOS 9 عندما ينزل في المستقبل ستشتغل معه هذه الطريقة من نفس الخطوات، لا توجد أي مشكلة. غير ذلك لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معي، نمر الى الشرح مباشرة بعد هذا الفاصل الاعلان القصير لوريكم الطريقة وطريقة تنزيل الالعاب وتشغيلها ولعبها على اجهزة iOS. المشاهد الكريم، في البداية ستحتاج إلى تنزيل متجر هيب ستور من هذا الرابط ios.hipstore.mobi، سوف تجده أسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد الدخول إلى هذا الرابط ستنزل إلى الأسفل وتضغط على أيقونة أبل التي تظهر أمامك الآن في هاتفك iOS ليتم تنزيل متجر الهيب ستور. إذا واجهتك مشكلة في تنزيل هذا المتجر فيمكنك مشاهدة هذه الحلقة التي تطرقت فيها إلى طريقة تنزيله وتثبيته وشرح استخدامه بالتفصيل. بعد تنزيل هذا المتجر ستقوم بالدخول إليه وتقوم بالبحث عن التطبيق REMU Retro Arch كما ترى أمامك، فقط قم بكتابة REMU ويظهر لك التطبيق. بعد البحث عنه طبعا والدخول إليه ستضغط فقط على داونلود هنا حتى يتم تنزيل هذا التطبيق. إذا ننتظر اكتمال تنزيله، طبعا في أوقات التنزيل سوف تجده هنا في My Apps Downloading كما ترى أمامك يتم تنزيل التطبيق الآن. بعد اكتماله سيظهر لك هنا في Downloaded فقط قم بتثبيته، أو يعني تظهر لك أيقونة اختيار التثبيت، تضغط فقط على تثبيت ويتم تنزيله في هاتفك iOS كما ترى أمامك. هذا هو التطبيق الذي سنتمكن من خلاله من تشغيل ألعاب البلايستيشن 1. بعد تنزيله ستقوم بالدخول إليه كما ترى أمامك، هذه هي واجهة التطبيق. كل ما يلزمنا الآن هو ألعاب البلايستيشن 1 التي سنقوم بنقلها إلى هذا التطبيق ولعبها من خلال هذا التطبيق على هاتفك iOS. طريقة تنزيل الألعاب سهلة جدا، فأنا أفضل هذا الموقع الذي تراه أمامك الآن. ستقوم بالدخول إليه من خلال حاسوبك، سوف تجد رابط الموقع أسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد الدخول إلى الموقع ستجد هنا الألعاب الأكثر تنزيلا، جاكي شان، كراش، تيكن 3 كما ترى أمامك، هذه الألعاب المشهورة التي كنا نلعبها في البلايستيشن 1. يمكنك أيضا البحث من هنا فقط بكتابة اسم اللعبة التي تريده، كذلك يمكنك البحث بناء على أول حرف في اللعبة. فعلى سبيل المثال سأقوم بالضغط على حرف دي هكذا، الآن ستظهر لي كل الألعاب التي بدايتها حرف دي كما ترى أمامك. سأختار لعبة درايفر 2 حتى أقوم بتنزيلها ولعبها على هاتفي الآيفون. إذا كما ترى أمامك هنا درايفر 2 أقوم بالضغط عليها هكذا. إذا بعد الدخول إلى اللعبة تضغط فقط هنا على داونلود ويتم تحميلها. كذلك يمكنك الاستعانة بهذا الموقع الآخر الذي أيضا سوف تجد رابطه أسفل الفيديو، تدخل إليه بعد ذلك استختار من هنا الأكثر تنزيلا أو بناء على الحرف. إذا سأختار الأكثر تنزيلا وأبحث أيضا على نفس اللعبة درايفر 2. طبعا هذا الموقع أيضا رائع في تنزيل الألعاب. بعد الدخول إلى اللعبة ستضغط هنا على داونلود ويتم تحميل اللعبة. حجمها حوالي يعني 400 ميجا، إذا كما ترى ممكن 440 ميجا كما ترى أمامك. كنا فقط تضغط على سيف ويتم تنزيلها، يتم تنزيل اللعبة في ملف مضغوط. بعد تنزيل الملف المضغوط ستقوم بفك الضغط عنه، ثم يظهر لك هذا الملف درايفر 1 وكذلك درايفر 2. الآن ستقوم بنقل اللعبة عن طريق الآيتونز بطريقة سهلة جدا، ستقوم بتوصيل هاتفك الآيفون بالحاسوب عبر كيبل USB. الآن ستقوم بفتح الآيتونز وتنتقل إلى خانة التطبيقات وتنزل إلى الأسفل وتختار التطبيقات التي يمكنك إضافة ملفات إليها كما ترى يظهر لي هيب ستور، كودي، وسكايب وغير ذلك من البرامج. ستختار التطبيق الذي قمنا بتنزيله والذي سنقوم بتشغيله
تشغيل العاب البلاي ستيشن 1 من خلاله. كما ترى هنا قمت بإضافة هذان الملفان، طبعا لعبة درايفر سأقوم بحذفهم حتى يعني تشاهدون الشرح بالتفصيل هكذا. لاحظ معي مشاهدي الكريم، الآن ستقوم فقط بالضغط على إضافة ملف وتقوم بفتح الملف الذي قمت بفك الضغط عنه، طبعا ملف اللعبة سواء لعبة درايفر أو أي لعبة أخرى، وتقوم بإضافة الملفان، ملف بصيغة بن وكذلك ملف بصيغة سي إي أو، تقوم بإضافتهم هكذا والضغط على أوبن. الآن بالأعلى تنتظر حتى يتم إضافة الملفان. إذا لاحظ معي مشاهدي الكريم تم إضافة الملفان الآن، واكتمل يعني إضافة اللعبة. كل الألعاب التي يمكنك إضافتها أو تريد إضافتها سيعني ستضيفها بنفس الطريقة، يمكنك إضافة أكثر من لعبة وبعد ذلك فتح التطبيق وتختار اللعبة التي تريد لعبها. الآن ستقوم بالانتقال إلى هاتفك الآيفون وفتح التطبيق، ولاحظ معي طريقة تشغيل الألعاب من خلال تطبيق الآل إي إم يو آر إي. إذا مشاهدي الكريم ستدخل إلى التطبيق وتختار الخيار الثاني Load Content كما ترى أمامك، ويظهر لي الملفان درايفر 2 وكذلك درايفر 2، الملف بصيغة بن وكذلك CUE، ستختار الملف الأول الذي بصيغة BIN. إذا تقوم بالضغط عليه هكذا الآن يظهر لك مجموعة من الخيارات، يوجد PlayStation 1 Non GB وكذلك PlayStation BCSX، ستختار الخيار الثالث كما موضح أمامك هنا ويتم تشغيل اللعبة. لاحظ معي، إذا لاحظ معي مشاهدي الكريم اللعبة شغالة 100% الآن، يعني ألعب بدرايف، يمكنك تنزيل العديد من الألعاب تيكن 3، يعني أيضا يعني كورة إذا أردت ذلك. لاحظ معي مشاهدي الكريم اللعبة شغالة 100% بدون أي مشاكل. إذا كما ترى مشاهدي الكريم يعني ألعب بدون أي مشاكل، لعبة سريعة يعني لا تتشنج أبدا، لا يوجد بها أي مشكلة، رائعة سريعة بدون أي مشاكل كما ترى أمامك، يعني كما ترى. إذا كما رأيتم مشاهدينا الكرام طريقة سهلة ورائعة للغاية، يمكنكم اللعب أغلب ألعاب أو جميع ألعاب بلايستيشن 1 على أجهزة آي أو إس سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود بالطبع. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية على موقع العالم الافتراضي. غير ذلك يمكنك الإعجاب بصفحتي على الفيسبوك وزيارة المدونات th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.